طب هتقول لي كده اخبارنا خلصت الحلوه، هقول لك لا. لسه عندنا خبر تاني حلو جدا زي ما حضراتكم برضو اكيد تابعته. بيتقال كمان الفرحه كانت فرحتين بالامس، تتويج ايضا الفريق الاول لكره السله رجال بالنادي الاهلي بلقب دوري السوبر للمحترفين بعد الفوز على فريق اتحاد السكندري في المباراه الاخيره في طبعا دور النهائي اللي اقيم بنظام البيست اوف فايف. فبجد امبارح الواحد كان سعيد جدا، امبارح الواحد كان زي ما بيتقال كده براود، فخور بالانديه بالفرق المختلفه اللي في النادي الاهلي، اللي بجد يمكن البعض كان بيشوف او فعلا على ارض الواقع كانت بتتعثر في بعض المواسم، في بعض المباريات، في بعض البطولات، لكن دي سمه النادي الاهلي. انت ممكن تقع لكن بتقف تاني على رجليك وبتعوض كل الخساره في سرعه اعتقد غير مسبوقه لاي نادي اخر لو جيت قارنته، وده برضو بلغه الارقام، احنا مش بنتكلم من فراغ. فدي بدايه موفقه ان شاء الله، نستمر في دام اخبارنا الحلوه في الاسابيع اللي جايه ونتوج بقى بالبطولات باذن الله، سواء في السله طبعا او في اليد والطايره وكمان كره القدم. يعني نتمنى ده هيبان باذن الله كمان يوم 30 اليوم المنتظر. ايوه ان شاء الله، ان شاء الله خير، وان شاء الله نفرح كلنا مع نهايه هذا اليوم يوم 30 من الشهر بإذن الرحمن.